على من بعد رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحمد لله الذي علم بالقلم علمه ما لم يعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم مبارك. في البداية اسمحوا لي باسمي واسم كل الزملاء بمنظمة أطوار أن أرحب بكم جميعا، كل باسمه وكل بصفته، ممثلي وزارة الداخلية وأعضاء الهيئات القضائية والقانونيين والنشطاء، ممثلي المجتمع المدني، مرحبا بكم جميعا. كما يهدف هذا المشروع إلى تعزيز تدخلات المناصرة الجمعية لمنظمات المجتمع المدني فيما يخص قانون يحمي حق التجمع والتظاهر السلمي، وكذلك تعزيز التطوير التنظيمي بين شركاء المجتمع المدني والجهات الحكومية ذات العلاقة. لذلك الآن النتيجة أي يحتاج لمقدمات، هذه المقدمات يعني على الصعيد الاقتصادي والسياسي والتشريعي وكل ذلك. لو نجحت الدولة في يعني تقديم هذه المقدمات وإنجاحها، نعتقد أن النتيجة ستكون أمن، وبالتالي يعني إلى التركيز على الأعراض وليس الأسباب. إذا هناك مشكلة ما تحتاج إلى التفاعل، ونحيي هذه طبعا. لازم نفهم في أي حراك، أي حراك شاذرة، بالذات إذا كنا على الأهداف العامة، دائما الأهداف العامة تتقاطع مع أي كيان سياسي بين رجال الأمن وبين طبعا. هناك لدينا تعاون مع المنظمات الدولية بدءا من هيئة هذه الأمور عند فض المظاهرات وتبيان آليات فض المظاهرات لمن يكلفون بهذه الأعمال، والعمل على تأهيل الرجال المكلفون بإنفاذ القانون في هذه الحالة، فهم بطبيعة الحال يختلفون عن باقي رجال. ما ندرش هو حر، لكن مش حاجة يتهمني إني لها فرمة، لا تنهرمش عليك، بس أنا منكلمش العام مع جبتك أنت دولي دليل إنك أنت قلت